بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان يا ظرف المكان أيو باب يهي باب كاني وحو كغا هذلا يا مصنف كا لبا الرموض أو كيلية لبا دار سينا وحا وي ظرف الزمان محل يرى هذا، ظرف المكان محل يرى هذا. بس انت سوك هذلا كدب نو مثاليني. أولا هرتا ظرف معنى هذا فهم ظرف أفصومالي مركا الوفا سيروا ويل ويل واي ويل ما تغنن ويل ما تغنن ها ويل كعادية بكيري يا باقولي يو مساجد كيو وحاسورنا ويل الواي يعني ويحل الدحجلي كرو إذا ويل ليرة ويحل واحد الجلين كرو عمل الدحجلي كرو ويل واي صحيح مساجد كوا ويل دول كوا ويل مالين كوا ويل يعني لفظك ظرف وويل بخشد ما تغنن بخشد وراقة لوريتو ظرف يد عربي عربتو ترى هذا يعني واحد بقول هذا يكون جيدا صباح هذا قراني مركز ظرف ووحي جدله ولا نحجلي كرو أما وحلا جيلين كرو ويا هي ظرف الزمان محن نغنى يا مركز زمن ووقتها أما وحلقة حلقة جدها لحاوي ولا نحجلي كري ظرف المكانة بوسكي جدها لحاوي ولا نحجلي كري ما يسلفها الناس ما ظرف المكان ظرف الزمان معنوه واسدة ظرف ووحي لدحجيلي كرو زمان وحلي مكان وابوس صحيح ويا هي وحروا مركا ظرف الزمان نحويين تمحيو يقانان ظرف المكان نحويين تمحيو يقانان انت صورة لا بضع ريموت كليو كاذليا ظرف محلي ظرف الزمان محلي هذا ظرف المكان محلي هذا ظرف الزماني ظرف الزمان هو ظرف الزمان اسم الزماني زمن مجيء وي المنصوب للنسبية بتقدير في قدر ذي النسبية. ظرف الزمان وحلي هذا سد حرب موضوع حلقه له. اسم الزمان وينو يحل. يعني حلي مجيء ولي وينو مجيء ذي الله مرهو. زيد يا عمرو يا خالد يا ظرف من قن كريان. حلي مجيء ولي وقت مجيء ولي وينو يحل. وكو لبا منصوب وينو يحل. مرفوع مجرور من وينو سنة هنا منصوب يحل. لبا سدحاد منصوب لمراسي معنى هذا وانو فائدينيو منصوب مفعول به بس دربو وانصوب الرسومان منصوب لمراسي معناها اللي فائدي سنية وانو يهي كل حجريتان بتقديري في رساس وجدة حروف الجر كفي با كميدة هاي معاني دي ما أن سوشيقين واقي حروف تدي حرف بيها هاي معنى فائدينيين في معنى هذا وحا كميدة ها كل حجريتان في معنى هذا كل حجريتان اسم الزمان كو وينو كل حجرتان فائدينيو مثال أنكو سيو سبب مثالين دونا هذان إلى هذا صمت يوم الخميس صمت وحن صومي يوم الخميس مالك خميس تان صومي يوم وهذا في الزمان وحن قرت وامهرت الزمن كأما حل جم مقع أولي هيوي يومك حل مقع أولي هيوي وأنا منصوب ونسب سيه كلا بعد معناه وفائدين هي واحدة هاي ku dhax jiritaan oo ah soomkayga maalinkaas uu dhax dhacay soomkayga maalinkaas uu dhax dhacay zamanka magciisa la nasbiya hadii ku dhax jiritaan uusan faa'iideynin ma noqonayo darfu zaman midal aan ku siiyo ayad quraana waxay tahay wattaqu yawman turja'una fihi ila allah yawmka laga hadlay waa qiyaama soomaa wattaqu ka absada يوم مالك عبسدا مالك مركا دحتكتين عبسي سمي الله مجيدو مالك عبسي وحتر ميسو لازم نوينو والبوابة عبسنا يا مالك اي واحد لو جيدا يوم كاسي لفتي كعبسدا يوم كعبسي دحدعي ما هو حل الشيء اي يوم كلفتي سهدا كسي بقى يوم كاسي سو سعدا سو ماها كسي عبسو وديار قرو وكوي مانا يا لازمي لا شيء يقول مركز كعب سني لما بدو ما تسميني هنا كعرفته بحال يا مصر يا عرب يا نينكو ديني لها كعرف يا ما هاي وحي قد كجبت بادي لها إذا نتكو تلقشو إن الله دقال لم تو هذا الله دقال لم يكرت حديك لأنا إسكا سب سبتو
هديك لو وضدي أقول أتكمري له سوما يوم كا كما على ريك تو إيمان ربا سب سب كلينا كامي يليو لوك يلا وكليه ففروا إلى الله سوما مركب مالن كاس كعب صدا ويا مالك نحدي سعبسي سمايا معها كام فعل به ويا يوم كاسي إيه معها ظرف الظرف الزمان وح ويا واسمي حلقة أولي هاي منصوبه الله نصبنا يو إسلام مر كان فعل بعد حد عيا جذيه سد عيا كاسه وحلي يرى هذا ظرف الزمان ظرف الزماني هو ظرف الزمان اسم الزمان الزمان مجيء ويا اسمه المنصوب للنسبية بتقدير في معنى هذا النسبي نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك نحو اليوم يوم ولا يغنى من طلوع الشمس إلى غروب الشمس يوم كعادية رمضان هدي أوي هنا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس صماها والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الشمس أما إلى طلوع الفجر الصادق وغدوة وبكرة وسحرا سد تحت ويسكو معنا دوهين حقا يريك لبدينيهين غدوة وأرورتي هوري واقا مركب وسوبر يوقر حصوبة حمالهاس بكرة qorraxda marka ay soo baxdo saharanna waa bariga marku waaga soo bariyayo tayan salaada soo ducaal day suhuurti caadi ahayd waay soo ma waqti la suhuuranay waayahay wa atamatan sadaxda saac ee habeenka u horeysa ila 4ta saac ayaa atama la yiraahdaa aweyski waay wa sabahan gelinka hore sabah subaxdi waaga marku bariyo ila 6 saac laga gaarayo waxa kale oo sabah la yiraahdaa هبينك اللحدي ساعي الضمب إلى مالك اللحدي ساعي هوري انت سن صباح ولا يري هذا ولو قرآن كاسو استعماله ومساء مساء نوا مالك اللحدي ساعي الضمب إلى قرآن ذا يكرد عضه أما مالك اللحدي ساعي الضمب إلى هبينك اللحدي ساعي هوري تانا ومساء فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ودوية ورن حين تمسون هبينك اللحدي ساعي لقصوا بالله إلى مالك اللحدة ساعة لقى جاريوي وحين تصبح حين تصبحون ويتاس حين تمسوننا لحدة ساعة مالك دمبل لقى باللابو إلى لحدة ساعة هبينك وهرهي لقى وكا وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وأسكو معنا أبد يا أمد وحلي له هذا وقت جاء أتشوكتو لقى باللابو إلى قيام الساعة يا أبد يا أمد الإسكوير هذا وحين انقطعة من الزمن وحي. حين وأن وقتي زمن كامل ها بدنادو هاي رادو هلا صور نافو هاد النادو هلا جو وقتي إن زمن كامل حين ليجري هذا وحينا يوم أشبه ذلك أنت أي وحي شبهه وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه لبا الرماد أيو باب كان كهذا اليابان نرى أرنك فري وحوها ظرف الزمان محل ليجري هذا أرنك لبا ذنا ظرف المكان محل ليجري هذا ظرف المكان محل ليجري هذا سد حرمادو حيل جهله سد حدبا وحو كلمد يهي ظرف الزمان كي كلي وحو كغا بدلن يهي اسم الزمان ماشي ان لهين ايا اسم المكان لدي يعني بوس اما مكان مجعي كو سلامر كان منصوب اللابو سد حدنا كو دحجرت فايدينيو غديسا ان لو دحجرو فعلغا ايا غديسا دحدعايا صحيح كاسا وحل يراهذا ظرف المكان سد حرمود وحي لغا هيلو مكان مجيء وإنه يهي وإنه نسبسين يهي كل حجرتان وإنه فائدة يه سد إحنا الرموضوع حين لقيه له يوحى لي هذا ظرف المكان صحيح وظرف المكان هو اسم المكان مكان مجيء وي اسمه المنصوب للنسبية بتقدير في معنى هذا أي لقول نسبية كل حجرتان نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك نحو أمام ما شاء جوكته وحل وحي كاهو الريور لن أي أمام ليره هذا وخلف وحل وحي قداش هذا كتوسنور لن أي خلف ليره هذا
وقدام وحلا وحي أمام يقدام اسكو معناه وحلا وحي كهرويو إذل أي قدام ليه هذا ووراء خلف إلى معناته وحلا وحي كادم بيوردن أي وحلا ليه هذا خلف مكان كادم بيو يا وراء ليه هذا وراء في بعض الأحيان هرين والله استعماله وحي كهرويو لفتي وراء والإسكير هذا مرمر وفوق وحكاس الريو ماشي أجوك تو وحي كاس الريو دن أي فوق وتحت وحي كهو سيوي وعند وحي كل جوجوي عندك أكتر ومع عند كل صاحب سنوي يعني ما شاء لقول صاحب سنوي لقول جو وإذا أو حذاء وتلقى سد حلا واسكم معنا ما شاء أدجوكت وحي كاسو هرجيدو يا وحلي هذا حذاء إذا تلقى إذا كسو هرجيد حذاء كسو هرجيد تلقى كسو هرجيد واسكم معنا وهنا ماشن دوا مل دوا تلماميسو هنا وثم ماشا فوق ومل فوق هذا إشارة يسو ثم يهونا لبضبة واسم المكان ولبا إشارة وحيكو كلا بدليهين هنا ومل دو ومركان كاف القدرين ثمنا ومل فوق صحيح إنها فإذهب أنت وربك فقاتلة إن أنه ها هنا هل كان أن عجها كهينه ينقعدون السفرين هذا يا ربي قاعد إسراع صوت قال لما كره وياه ثمنا واحد كم إذا رأيت ثم رأيت إذا رأيت ثم ما شاف إذا رأيت رأيت مفعول كذي واحد فيه ثم هذا مفعول معها مفعول به معها ثم هذا وظرف مكان بي مقعوطاي معناه إذا واحد وي إذا رأيت واحد مفعول ولا حد في التعميم بل واحد فيه إذا رأيت واحد هذا أركته واحد دورها النهض وحير الله كديه ثم ماشى صريح هذا وحكون حركته جنة ربك هذا يسمع وحون هذا كون حركته وحد وراها النقض رأيت واحد أركي نعيم النعموين إيو وملك بقرطوية كبيرا إيو ماشى واحد قرني نعم وردن إني كون ما يسترن تاي ماذا حتنمي إيو بقرطنمي إيو واحد إنه كون ما يسترن يه ثم مركب مفعول به وحلا أركي يا ثم ذا ماها وحيل أركي لهاي مفعول به جاه واحد فين يهي وحيل أركي لها ماشو دحيالي ويا ثم ذا هل كان أحد إذا ذا وحق واركته؟ ويهي وهنا وي وثم وي إيه وما وح أشبه شبهي ذلك أرنك وحي شبهي باب الحال والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.